أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. كشفت هيئة النزاهة حالات تلاعب بعمليات بيع العملة المخصصة للمسافرين في أحد فروع مصرف الرافدين في محافظة كربلاء. وذكرت الهيئة أنها ضبطت موظفة أقدمت على تسلم مبلغ مالي قدره 429 مليون دينار من المواطنين لشراء كميات الدولار المطروحة للمسافرين بأسعار مخفضة والاستفادة من فرق السعر بعد بيعها في السوق السوداء لحسابها الشخصي. أعلنت دائرة صحة ديالى ضبط معمل متخث لتزوير العلامة التجارية للمنتجات الغذائية في بعقوبة. قالت الدائرة في بيان لها إن الفرق الرقابية عثرت على هذا المعمل في ناحية بهروز جنوبية بعقوبة بعيدا عن الجهات الرقابية، مؤكدة إتلاف جميع المواد الغذائية التي وجدت داخله. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية إتلاف 75 طنا من الدجاج في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن. قالت الهيئة إن لجنة من الجمرك المدني والعسكري والزراعة والحجر الصحي أتلفت حمولة تقدر ب 75 طنا من مادة صدور الدجاج لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وفقا لقرارات المحكمة الجمركية للمنطقة الغربية. أعلن أصحاب المطاحن في محافظة ذقار إضراباً عاماً بسبب تقليص حصصهم العملية وتحويلها إلى مطحنة أهلية. قال مسؤول إحدى المطاحن إن أصحاب المطاحن في ذقار أعلنوا الإضراب عن العمل بسبب تخفيض وزارة التجارة من حصة كل مطحنة من 100 إلى 80 طناً ونقلها إلى إحدى المطاحن الأهلية المدعومة من إحدى الجهات الحكومية في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة، مؤكدا أن 12 مطحنة دخلت مرحلة الإضراب الفعلي. يجدر الإشارة إلى أن هذا هو الإضراب الرابع خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على نسبة البطالة في المحافظة، إذ أن أصحاب المطاحن سيكونون مضطرين للاستغناء عن أكثر من 700 عامل يعملون في تلك المطاحن، ما يزيد من معاناة معظم الأسر في المحافظة. قال نائب محافظ ذقار عادل الدخيلي إن ملف الخدمات في المحافظة يحتاج لأكثر من ربع تريليون دينار، وأوضح أن مجلس ذقار خصص أغلب المبالغ المخصصة للمحافظة في الموازنة لملف الخدمات والبنى التحتية، مؤكدا أن الكثير من المناطق في ذقار تعاني من نقص في المياه والكهرباء. نتابع الآن أسعار النفط والمعادن والعملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي. هيئة الموجز الاقتصادي في أمان الله.